أيها الإخوة الكرام، في ملمح لطيف جداً أتمنى أن يكون واضحاً لديكم. هلأ كل بلد فيها أنظمة، أي بلد في العالم فيه قوانين وأنظمة، وتقريباً معظم المحرمات في أي بلد تتوافق مع الدين تقريباً. السرقة في الدين حرام وفي القانون حرام، فإذا واحد ما سرق الله أعلم، يا في عنده مدير عام مخيف دقيق جداً مسيطر، معه معلومات دقيقة وسائل ضبط عالية جداً، أو أنه يخاف من الله. قد لا نعرف الذي لا يسرق هو لا يسرق خوفاً من الله أم خوفاً من المسائل، لكن لحكمة بالغة 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 جعل الله بعض الأوامر في الدين لا علاقة لها بأي قانون أرضي. ما في قانون في الأرض يمنعك من أن تنظر إلى المرأة إلا الدين الإلهي. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. معنى ذلك أنك حينما تغض بصرك يتأكد لك أنك تحب الله، لأن جهة في الأرض لا تستطيع أن تحاسبك على هذا. إذاً أسمي هذه الطاعة أو هذه العبادة عبادة الإخلاص.